نفس مبدأ الرجالة اللي كسروا الخمسين وفجأة تلاقيه جاي الواحدة أصغر منه بعشرين سنة إن ما كانش أكتر ويعرض عليها الجواز تحت إغراء إني معايا فلوس وههنيكي. عرض العذراء والشعر الأبيض أو بالمسمى الجديد الشوجر دادي اتعرض على كل بنت ولو مرة في حياتها. الرجالة في سن المراهقة المتأخرة دي بتدي نفسها الحق في إنه يتجوز أي بنت حتى لو كانت قد بنته لمجرد إنه يشعر بنشوة الانتصار. الانتصار إنه بقى راجل ماله هدومه مش زي أيام ما كان مكحرت. أنا عندي بيت وشاليه وعربية. حبستك، خدي الكريدت كارد واشتري اللي انت عايزاه، هجيبلك كل اللي نفسك فيه.